حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في برنامج المؤشر. نتابع معاكم ختام تداولاتنا على هذه الجلسه الايجابيه على هذه السيوله ايضا، وكذلك اللون الاخضر اللي انطلق مع جرس افتتاح هذه الجلسه، وان كانت يعني بدايتنا كانت متواضعه لكن جلسه ايجابيه مشاهدينا الكرام على مستوى الشركات جميعها، سواء كانت قياديه او حتى صغيره ومتوسطه. كان هناك ايضا نشاط واضح على مكونات السوق الرئيسي. خلونا نتابع معاكم هذه الجلسه حتى فتره المزاد وحتى نهايتها من الزميل عايد من استديوهاتنا في بورصة كويت، حيث الصورة أوضح من هناك. حياك الله أبو عبد الله. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا رائد جلسه ممتازه للغايه، فيها شراء جدا جيد ولكن تنقصها السيوله، واعتقد السيوله راح ترتفع في اقفال المزاد اللي قاعد اشوفها في هذه اللحظات. دخول مميز على اكثر من شركه قياديه كبيتك والوطني وغيرها من الشركات القياديه، ان السيوله راح تقفز فوق 70 مليون ان شاء الله نفس جلسه الامس. ولاحظنا اليوم ارتفاعات جدا جيده لاكثر من شركه مدعومه بنتائج ماليه ان شاء الله ايجابيه خلال الفتره القادمه ان شاء الله، واليوم متوقع ان يعلن بيتك عن النتائج الماليه بعد شوي ان شاء الله، وكذا بعض الشركات القياديه ممكن توقع ان تعلن نتائج ماليه وتوزيعات ايجابيه خلال الفتره القادمه. السوق الرئيسي اليوم نشاط غير مسبوق امانه، واغلب الشركات في السوق الرئيسي اليوم فيها نشاط ممتاز وقوه شرائيه كبيره جدا. خلينا نشوف معاكم مشاهدينا الكرام قبل الدخول في المزاد، حتى في اللحظات الاخيره من المزاد، خلينا نشوف شنو راح يصير في نهايه هذه الجلسه. واعتقد ان شاء الله النهايه راح تكون سعيده لجميع المتعاملين، وراح قاعد اشوف انا في دخول مميز على اكثر من شركه، يعني سواء في السوق الاول او السوق الرئيسي الوطني، دخول بالحد الاعلى 808، معروض الحد الادنى 252. بنك الخليج كذلك اللي وصل اليوم مستويات جدا ممتازه ولكن تغلص، وصل 16 فلس مكاسب حاليا 10 فلوس، لكن وضعيته جدا ايجابيه في هذه اللحظات. بيتك كذلك مشاهدينا الكرام يطلب الحد الاعلى 172 ويعرض الحد الادنى 283، وبيتك مثل ما ذكرت انا قبل شوي، بيتك عنده يعني عنده مشاهدينا الكرام اعلان بعد شوي حسب ما وصلني طبعا من اخبار، اعتقد ان ذكرت اليوم الصبح، اعتقد ان شاء الله نتمنى تكون في توزيعه ايجابيه. بوبيان يتراجع في هذه الجلسه، استثمارات الوطنيه كذلك تراجع بعد صعود قوي جدا، وماراثون استثمارات الوطنيه ما قصرت، المشاريع كذلك بيتراجع، الامتياز بيرتفع، عقارات الكويت بيتراجع، المباني بفل صعودا، والصناعات الوطنيه 3 فلوس صعودا، والاحظ الكيبلات 70 فلس الكيبلات. كيبلات 70 في الصعود المشاهدين الكرام، واعتقد القادم افضل الكيبلات اللي قاعد اشوفها حاليا. موبيام تكماويات بتراجع فلس، القرين بفلسين، اجلتي فلسين، زين 3 فلوس ارتفاعا، هيومن سوفت 10 فلوس، والافكو بفلس، والجزيره بارتفاع 18 فلس الجزيره، واستقرار للأهلي المتحد البحريني، وكذلك ارتفاع لوربة وميزان المستقر المتكاملة بخمس فلوس، البورصة 20 فلس، والغانم حاليا الغانم ممكن يتراجع، الغانم لأن قاعد أشوف في ضغوط بيعية واضحة في الغانم في نهاية الجلسة، ممكن يتراجع الغانم في نهاية الجلسة مشاهدينا الكرام. الطلب 10 أسهم فقط 870 نفس إقباله، والعرض بالحد الأدنى 10,000، وش راح يصير بالغانم نهاية الجلسة؟ طبعا باجي دقائق، لا يمكن يصير في دخول باجي أقل من دقيقة. أما بالنسبة لي السوق الرئيسي مشاهدينا الكرام المرتفع في هذه الجلسة 14 نقطة، يعني اليوم أنا عندي أكثر من شركة فيها نشاط مميز ودخول قوي جدا على كثير من شركات السوق في هذه الجلسة، ولاحظنا اليوم ارتفاع الأهلي 10 فلوس والتجاري 5 فلوس، الأهلي الكويتي مثل ما ذكرت أنا، الصفقات القادمة هي للأهلي والبنك الخليج، هي للمشاريع والقرين بتركماويات، هذه صفقات يعني هي راح تكون وقود السوق خلال الفترة القادمة إن شاء الله، مثل ما شفنا احنا من سنوات، والأهلي البحريني وكذلك بيتك بنشاط مميز ودخول إيجابي الفترة الماضية حتى انتهينا من هذه الصفقة، صفقة العام 2022 20 ولاحظنا فيها يعني تداولات قياسيه لبيتك، وكذلك الاهلي المتحد البحريني اللي صعد صعود جدا ممتاز، وصل حتى 309 310 ومن ثم بدا بالاستقرار، وحاليا اعتقد انه مرحله استقرار للبنكين حتى الانتهاء من عمليه الاستحواذ خلال اسبوعين، خلال 4 أسابيع الى 6 أسابيع مثل ما ذكر رئيس مجلس الاداره. يعني ان شاء الله مشاهدينا الكرام تبقى الامور هنا يعني في وصعود السوق في رقبه وذمه البنك الخليجي والاهلي البحريني، وكذلك في المشاريع وكذلك الجرين، لان عمليه الاستحواذ القادمه والاندماج القادم سوف يعزز من الشركات القياديه في السوق الكويتي، وسوف يكون كيانات ايجابيه وكيانات ضخمه في السوق ان شاء الله يتفحل الصعود خلال السنوات القادمه، وهذا ما نامله مشاهدينا الكرام. ونشوف معاكم اللحظات الاخيره، واعتقد تم المزاد، اعتقد تم المزاد في هذه اللحظات، ممكن نشوفها معاكم مشاهدينا الكرام، ونامل ان المزاد كان ايجابي، اعتقد ان المزاد تم، لا ما تم المزاد ليه الحين، ما تم المزاد ليه الحين، يعني نذهب الى المزاد مشاهدينا الكرام حتى نصل التحركات الاخيره، ما تم ليه الحين، واعتقد الوضع العام في هذه اللحظات يعني واضحه مشاهدينا الكرام بان
يعني الوطني في هذه اللحظات دخول قوي جدا والله. الوطني طلبات قوية جدا للوطني، طلبات قوية جدا للوطني، وكذلك يعني بعض الشركات الأخرى بنك الخليج الطلب زاد في هذه 329,000. وألاحظ كذلك مشاهدين الكرام ها هي الطلبات الغانم يتراجع 5 فلوس في نهاية الجلسة، والمتكاملة ترتفع إلى 420 بتراجع في السين، والمؤشرات مشاهدين الكرام تصل إلى 70 مليون إلا لكن راح نصل إلى 70 مليون 69 مليون 633 69 مليون و33 مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة. وألاحظ مشاهدين الكرام الخليج يقفل 360 12 فلس، والوطن يقفل 6 فلوس. بيتك يستقر، بيتك يستقر نفس إقفالة مشاهدين الكرام بعد كان صاعد في السين. الخصوصية 6 فلوس في هذه اللحظات مشاهدين الكرام بصعود قوي جدا، واستهلاكية 136 ما قصرت استهلاكية، يعني من ضمن الشركات اللي عطت دفعة قوية للسوق خلال الفترة القادمة استهلاكية الشراء. حاليا في بيع على بيتك عند 884، جي اف اتش 91.8 اللي تراجع اليوم دون 91 90.6 او 0.7. ولاحظنا مشاهدين الكرام ضغط بيع عليه الصناعات الوطنية حاليا 275 لا معروض 14,000. أما البرقان فيتراجع فلسين، بنك بوبيان يتراجع فلس، مرات الوطنية تراجع فلسين، المشاريع تراجع فلس، الامتياز 13 فلس، المباني بيرتفع 10 فلوس، الصناعات الوطنية 3 فلوس، وكيبلات 66 فلس. الكيبلات كانت 70 قبل الإخفال، وبوبيان تراجع فلسين، القرين فلسين، زين ب4 فلوس، وهيومن سوفت تراجع 10 فلوس، ألافكو 3 فلوس، الجزيرة ب19 فلس. الجزيرة ارتفاعا، والأهلي المتحد البحريني يتراجع فلس بعد كان مستقر معروضا والله 307 معروضا، بنك وربا فلس، وميزان باستقرار، متكاملة فلسين، والبورصة 20 فلس تراجعا، والغانم 5 فلوس معروضا في هذه اللحظات. يعني مشاهدين الكرام السوق الأول ما قصر 48 مليون سيولة اليوم بصعود 24 نقطة 14 نقطة، فيما السوق الرئيسي اليوم السوق الرئيسي هو الأفضل، لا زال الأهلي 10 فلوس أقفل على 10 فلوس ارتفاعا، والتجاري بخمس فلوس، والمتحد يستقر، أجوان بيرتفع، الكويتية 4 فلوس بعدها كانوا متراجعين في جلسة الأمس الكويتية، وأغلب الشركات الاستثمارية اليوم ردوا بقوة استهلاكية، أعتقد أنها استقطبت المضاربين وصغار اللاعبين في البورصة، ومن ثم كميات كبيرة جدا على الاستهلاكية اليوم. لا شوية هدى اللعب شوية على الاستهلاكية رغم صعودها، لكن أعتقد أن يعني عملية المضاربة اتجهت إلى شركات أخرى بعد صعود الاستهلاكية بقوة في الفترة الماضية. الخصوصية 6 فلوس، الخصوصية بارتفاعات جدا جيدة لهذه المجموعة، مساكن بارتفاع، ودلقان والعيد اللي يصل إلى 248 اليوم مطلوبا في هذه اللحظات، عمار كذلك بارتفاع، إيفا على تراجع بعد كانت مرتفعة وصلت 102، كذلك الساحل بارتفاع فلز. طبعا الخصوصية والساحل الوطنية الدولية القابضة هي مجموعة واحدة. أما البيت فيتراجع، عرزان بارتفاع فلز، وتراجع المركز المالي الأولى تتراجع فلسين فاصلة ثمانية، وكميفك ب13 فلس، وبيان بنصف فلس ارتفاعا، وأصول فلسين ونص، وكامكو المتراجع ب3 فلوس. مشاهدين الكرام وقاعد أشوف أنا يونيكاب بفلس، مدار بتراجع، الصفات فلسين كان صعدة أكثر، صفات 5 فلوس تقريبا صعد الصفات لكن أقفلت على فلسين، الديرة بارتكتتاب على استقرار، صكوك فلس و14 فلس، ونور 7 فلوس ارتفاع لنور. كذلك اشوف التجاره 62، التجاره اليوم وصلت فوق 65.5 تقريبا او اكثر ب 65.5، لكن حاليا تتراجع الى مستوى 62 في هذه الجلسه، فقدت كثير من المكاسب. اسيا بارتفاع جيد فلسين فاصله 9، وبانتظار نتائج الماليه 58.1، راسيات كذلك ب3 فلوس، الكويت للتامين المتراجعه والتكافل بارتفاع. هذا بالنسبه مشاهدينا الكرام للقطاع المالي وكذلك بعض الشركات العقاريه، ولكن في شراء جيد في هذه اللحظات اللي قاعد اشوفها مشاهدينا الكرام على الكويتيه للاستثمار في هذه اللحظات، واشوف شراء جدا ممتاز. السيولة تقفز إلى 70 مليون 313، وقوة شرائية جيدة على كثير من شركات السوق، قاعد نشوف ارتفاعات جدا ممتازة مشاهدين الكرام على أكثر من شركة في هذه اللحظات، وخاصة الشركات المضاربية والشركات اللي تم عليها زخم شرائي جيد في هذه الجلسة. نكمل معاكم مشاهدين الكرام قبل ننتقل لضيفنا، ونشوف الشركات العقارية والصناعية وكذلك الخدماتية، وبعض الشركات كجي اف اتش وكذلك انفست المتراجعة للجلسة الثانية على التوالي، وتراجعات حادة لانفست في جلسة الأمس وكذلك في هذه الجلسة. ألاحظ مشاهدين الكرام مثل ما قبل شوي، صالحية على تراجع، أجيال بتراجع، المصالح بارتفاع، الإنماء بارتفاع، تراجع لإنجازات مستوى 84 كان 87 وشوي إنجازات تقريبا، تداول قياسي اليوم لإنجازات 10 مليون 336، سنام كذلك مشاهدين الكرام باستقرار، عيان العقارية بارتفاع، عقار تتراجع 3 فلوس فاصلة 3،
التجارة ب 18 الفلس صعودا بعد 5.5 فلس تقريبا، ومزايا بارتفاع والتعمير بارتفاع تراجع لأرجان ومنشآت واستقرار لمدينة الأعمال ومنازل بلون أخضر ومينا كذلك ورمال، فيما تراجعت مراكز ارتفعت السفن 72 فلس عقد أو ترسية لحد أو أسعار أقل الأسعار. يعني الدخول قوي جدا على البنك الخليج في هذه اللحظات، وأنا قاعد أتكلم بنك الخليج يرفع السيولة إلى 71 مليون و252، يعني حوالي 800 أو 900 ألف دخول على بنك الخليج في اللحظات هذه مشاهدينا الكرام. فيوتشر كيد كذلك مستوى 115، يعني قبل الإقفال صار في دخول على الخليج مشاهدينا الكرام، ودخول جدا إيجابي على بنك الخليج. السفن 72 فلس، وألاحظ كذلك المعادن والسك بيرتفع 6 فلوس، أسيكو 12 فلس لأسيكو 12 فلس ارتفاعا كانت صادف فوق ال 50 اعتقد، 5 مليون و265 تداولها، الاستهلاكيه ب 6 فلوس معروضه في هذه اللحظات، والمعدات على تراجع، السينما كذلك بتراجع 25 فلس، سينرجي بارتفاع، التعليميه 152 فلس تراجعا، كذلك البتروليه ب 9 فلوس، مركز سلطان بفلس، عربي غامضه يرتفع 5 فلوس مشاهدينا الكرام، وكذلك الرابطه فيما اريده 27 فلس اريده، والمعامل فلسين، التخصيص كذلك بتراجع بعد انخفاض يعني ملكية عبد الرحمن السعيد ومجموعة شركة الإقليم بنص تقريبا بالمئة، التحصيلات كذلك بارتفاع وأبار بارتفاع فلس، وأيفا فنادق ترتفع فلس ونصف الفلس في هذه الجلسة بعد إعلانها عن يعني نوع من التخارج أو التبادل وتحقيقها ربح مقداره مليون دينار سوف يدرج في الربع الثالث، المشتركة كذلك بأربع فلوس ارتفاعا بعد تراجعات الأمس، أسس كذلك بارتفاع ويوباك، ونلاحظ حياتكم المتراجعة وكذلك أولى وقود مبرد كذلك فلسين وعشري الفلس ارتفاعا، منتزهات بارتفاع 16 الفلس، فيوتشر كيد بثلاث فلوس وجياد بفلس، ونلاحظ الفجيرة مشاهدين الكرام في ارتفاع في المقابض المصرية بتراجع بخمس فلوس، وكذلك جي اف اتش ترى 17 الفلس لجي اف اتش بعد يعني تداولات قياسية 23 مليون و786، ونفست مثل ما ذكرت قبل شوي استكمل عملية التراجعات بخمس فلوس في هذه الجلسة، اس تي سي كذلك بخمس فلوس، لاند العقارية 3.3 فلس، وجي تي سي بارتفاع 7 فلوس، نهاية هذه الجلسة مشاهدينا الكرام تذهب السيولة إلى 71 مليون و337، وهي سيولة جيدة مشاهدينا الكرام، مركزة على كثير من الشركات سواء في السوق الأول أو السوق الرئيسي، والأمور جدا إيجابية، وإن شاء الله استمرار لهذه الجلسة، إن شاء الله جلسة الغد جلسة نهاية الأسبوع اللي يعقبها عطلة يوم الأحد، ومن ثم الأسبوع القادم بأربع جلسات إن شاء الله، وكل شكر لكراد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عبد الله، يعطيك العافيه مشاهدي الكرام. اذا هذه الجلسه ايجابيه منذ انطلاقتها، وان كان انطلاقتها يعني ارتفاعات خجوله وجدناها على الشركات القياديه في بدايه جلسه اليوم، لكن ايضا زادت السيوله، وكذلك ايضا زاد التركيز على شركات قياديه، وتحركت ايضا شركات بصورة واضحة من السوق الرئيسي مشاهدينا الكرام. نلاحظ أيضا نشاط على شركات قطاع المصارف، بنك الخليج اليوم أيضا تداولات إيجابية كباقي الجلسات السابقة، وكذلك أيضا قطاع الاتصالات أيضا اس تي سي وزين، أيضا هناك شركات قيادية أخرى تشغيلية مشاهدينا الكرام أيضا لها نشاط واضح من ارتفاعات اليوم. وصلنا معكم إذا إلى في السوق الأول إلى 8638 نقطة، حققنا مكاسب جديدة، وإن شاء الله نأخذ تفاصيل أكثر عن هذه المرحلة هذه الجلسة، لا سيما جلستين بعد إعلان دمج وفي بيت أكواري متحد، ورغم أنه والله الكميات كذلك أيضا النشاط على هذين السهمين ما زال هو بنفسه خاصة مع بيتك قبل أن يتم الإعلان. دعونا نأخذ تفاصيل هذه الجلسة بصورتها الأشمل مع الصحفي الاقتصادي الأستاذ ناصر الخالدي من استديوهاتنا في بورصة الكويت. حياك الله أستاذ ناصر، يا هلا ومرحبا فيك. أرحب فيك رائد وفي جميع الأخوات والأخوة، وأهلا وسهلا فيك. حياك الله أستاذ ناصر. يعني جلسة الأمس وكذلك جلسة اليوم، يعني كثير من المتداولين يقول أننا كنا نتوقع أن هناك نشاط واضح على السهم بيتك، لكن الكميات كذلك أيضا السيولة هي مشابهة لسيولة ما قبل إعلان الدمج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلنا نبين بالبداية يعني بشكل عام، ما هو نتطرق لهذا المحور. نعم بالضبط، ما هو سبب يعني لنقل الاستقرار والنشاط الجيد على السوق الكويتي خلال هاليومين الماضيين. أنا أعتقد رائد يعني سبق
ذكرنا حضرتك بالأسبوع الماضي بأن هناك بعض الأمور التي استجدت على الساحة نقول المحلية والدولية بما فيها التحسن الكبير في ميزانية دولة الكويت، عودة الحكومة لإغرار المشاريع الكبرى خلال هذا العام وأيضا العام القادم حسب ما نقرأ ونسمع، أيضا الاستقرار السياسي ما بعد القبول وتعيين الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء، كل هذه الأمور رائد ترى يعني تعطي نوع من لنقل المحفز والاستقرار للسوق أيضا والنشاط على بعض الأسهم. أيضا حتى هذه اللحظة رائد يعني اليوم مساء سيكون هناك موضوع مهم جدا وهو اجتماع الفيدرال الأمريكي لقرار رفع الفائدة. حتى هذه اللحظة ارتفاع عقود الآجل بالسوق الأمريكي، أنا أعتقد هذه الأمور رائد يعني قد تعطينا، لا نقول نستبق الأمور ونجزم، لكن قد تعطينا انطباع جيد ومؤشرات إيجابية عن الوضع الاقتصادي بشكل كبير. أما عودة لسؤال حضرتك بالسوق الكويتي، أنا أعتقد اليوم يعني النشاط الكبير اللي قامت فيه مجموعة استثمارات وطنية بغض النظر عن سهمها الاستثمارات، لكن نشاطها الكبير على السهم المرتبطة مثل الكيبلات والسفن وما شابه ذلك، أيضا الدعم والشراء القوي على سهم الوطني الذي يعتبر هو القائد الحقيقي للسوق الكويتي، أعطى نوع من المحفز والتفاؤل لمعظم المتداولين. سهم بيتك أنا أعتقد بأن يعني انتهت الآن، انتهت القضية، حسمت القضية بإغرار الدمج والحمد لله، وهذا طبعا مؤشر ممتاز جدا للسوق الكويتي والاقتصاد الكويتي بشكل عام. مسألة أن عدم تجاوب السهم من بعد هذا الدمج، أنا أعتقد يعني باختصار بسيط هي تكتيكات كبار الملاك، وأيضا حتى نكون واضحين قد تكون بعض النقاط رائد يعني غير واضحة حتى الآن، يعني هناك تخوف وترقب بما سيكون عليه سعر السهم ما بعد الدمج، ايضا لم يعلن يعني مجلس اداره بيتك متى الموعد الحقيقي او الموعد النهائي لدمج السهمين، لكن بشكل واضح ان هناك يعني حتى هذا الاستقرار وعمليات البيع التي نقص حصلت على السهم بجلسه اليوم لم يعني تعطي للكل مخاوف من السهم. بيتك مثل ما ذكرنا حضرتك الأسبوع الماضي سواء تم الدمج أو لم يتم الدمج يبقى أحد أهم الأسهم العملاقة والمؤثرة والمحورية بالسوق الكويتي. الآن ما بعد الدمج أنا أعتقد الموضوع يعني صار إيجابي جدا، طبعا هناك مخاوف لفتح الملف مستقبلا، لكن هذا الموضوع مثل ما ذكرت حضرتك الأسبوع الماضي انتهى قانونيا. حصل تحرك اليوم على أسهم عديدة مثل الاستهلاكية وأيضا بعض الأسهم الأخرى مثل الخليج ترقب للدمج ما بينه وبين الأهلي، مقابل ذلك لاحظنا أيضا نوع من الخمول، نوع من العزوف، نوع من لا نقول جني أرباح، لكن الضغط على أسهم مجموعة المشاريع التي نشطت خلال اليومين الماضيين والتي أيضا لديها مشروع مهم جدا وهو الدمج ما بين المشاريع والقرين. حصل أيضا رائد نوع من التوجه المضاربي على بعض الأسهم بالسوق الرئيسي، وهذا ما كنا نطالب فيه، أن دائما يعني عندما يكون هناك نوع من الهدوء والاستقرار على الأسهم القادية يفترض بصناع السوق بالملاك الكبار بالمؤثرين بالسوق الكويتي أن يعملوا نوع من التوازن، وهذا ما حصل اليوم. باختصار أنا أشوف جلسة اليوم جلسة يعني إيجابية برقم يعني مخاوفنا من جلسة القد خصوصا الترقب الكبير لموضوع الفيدرالي الأمريكي. نعم، الترقب هذا يعني كيف تنظر له مع سيولة اليوم مع نشاط اليوم، كيف تتوقع أيضا على أسواق المنطقة بشكل عام؟ شوف راد يعني هذا الأمر أكبر منه حقيقة، يعني هذا من يحدده هو الأسواق الأمريكية والأسواق العالمية والمستثمرين الأجانب، لكن ردا على سؤال حضرتك يعني هناك مؤشر إيجابي بالأسواق الخليجية وخصوصا ما بعد النتائج الممتازة والقياسية والغير متوقعة لشركات يعني الشركات السعودية وشركات إماراتية وأيضا شركات كويتية بالقطاع المصرفي وقطاع الخدماتي والصناعي. أنا أعتقد النتائج المالية الممتازة بالربع الثاني والغير متوقعة أنا أعتقد ستعطي نوع من الثبات والاستقرار والتماسك، وقد تتجاهل
الأسواق الخليجية، كل ما يحصل في العالم وتستمر في نشاطها. لكن هذا يعود لمن رائد؟ هذا يعود إلى 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 رقبة المستثمرين الكبار والملاك الكبار في دعم أسواقهم، وهذه فرصة مناسبة، وهذه فرصة مناسبة جدا، وخصوصا أن الموضوع الأهم اللي يعني يؤثر على العالم أجمع هو التضخم، بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل قوة عملاتنا الخليجية، بقوة اقتصادنا الخليجي، أعتقد لن يؤثر ولن يكون له تأثير كبير حتى على المواطن العادي. هذه الأمور يجب أن يتم التقاطها بشكل ذكي من قبل المؤسسات الرسمية الاقتصادية وأيضا من المستثمرين الكبار لدعم السوق خلال هذه المرحلة. يعطيك العافية، كل الشكر لك على هذا الإيجاز القيم حول تحليل جلسة اليوم والوضع بشكل عام. نشكر جزيل الشكر الصحفي الاقتصادي الأستاذ ناصر الخالدي، كنت معنا من استوديوهاتنا في بورصة الكويت. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم، نلقاكم على خير إن شاء الله، ونتابع معاكم ختام تداولات هذا الأسبوع في جلساته الأخيرة في جلسة الغد. لذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.